سلام. اول مساج غادي نكون واضحه فيه هو انه هذا الفيديو هذا اللي كنصور دابا ما كنصوروش نهائيا للناس اللي كيبغيوني وكيحترموني وعزيز عليهم وعارفيني اش كنصور وعارفيني كيفاش دايره وكيبغوني كيف ما انا وجا كاع الحالات ديالي، يعني داك لامور اللي ما فيهش المحاسبه. انا ما كنديبش عليكم، نتوما على راسي وعيني، وانتوما اللي علاش انا كل نهار كندير زعما كنحاول انه نطور من المحتوى ديالي وانه نزيد القدام على ودكم نتوما. دونك غنطلب منكم السماحه انه غنصور هاد لا فيديو هادي، سمحوا لي بزاف. ما عمرني ما ظنيت انه غادي نجلس في هاد البلاصه هادي وغادي نشعل الكاميرا وغنقول انا غادي ندير هاد لا فيديو. دونك اول توضيح بغيت نقول هو انه هاد الفيديو هذا اللي كنصور دابا حاليا ما كنصوروش حيت معصبه ولا حيت مقلقه ولا حيت اي حاجه طاحت لكم في بالكم، مصوراش على هادشي، مصوره فقط الحاجه وحده لانه كاينين الناس الوقت اللي كيكونوا كيدويو هضره خاويه بنادم في داك الوقيته كيسحب ليه بانه على حق، الوقت اللي كتسكت بنادم كيتيق داكشي ديالو اللي غادي فيه كيتيق. دونك انا هاد الفيديو هادي دايرها للتوضيح، هاد الفيديو هادي دايرها لديك الفئه اللي كيقول لك كاين اللي عنده دماغ وكيخدم به وكاين اللي غير متقل به. دونك انا كندوي مع هذيك الكاتيجوري اللي متقلب المخ ديالها، لواحد الناس اللي دوماج والله انا كنقولها والله الا كنقولها كيبقاو فيا فريمون تيبقاو فيا، كنقول زعما ما عرفت كيفاش يعيشوا يوميات ديالهم الحياه ديالهم، مش خلاهم انهم يولوا دايرين بحال هكا باش يوصلوا لهذا المستوى هذا اللي مستوى دغير لي زيكرون ولاو فالحين في المعيور فالحين في الميساج اللي ما عندهم حتى شي سونس ما عندهم حتى شي غو. كتنوض كتقرا انا غادي تكتب ميساج وسلام با امبورط لا سيتوياسيون با امبورط كيفاش عتو. في هذا الفيديو غادي تلقاو بزاف د الكلمات كيخونوني ما غاديش نعرف كيفاش نعبر لانه التعبير كيتبلوكا. ولات الهضره بلا قياس ولا المعيور بلا قياس، الناس ما بقاتش كتقدر تكونترولي راسها. وانا كنعاود نحدد بانه الوقت اللي كنقول الناس كنعني واحد الفئه يفهموا ما عندها ما يقدر. بغيت نقول لك انت اللي كتنوضي كتكتبي كومونتير وكتنوضي كتعايري فيه وما تتخلي ما ديري فيه، زعما كتنعسي نورمال ترانكيل الوقت اللي كتوسدي المخده كتنعسي بحال هكا وكيبقى دماغك كيدوي مع هذاك لو فيد اللي عندك كيكون كيدوي معاك، ما كيجيكش تأنيب الضمير، ما كتحسي بحتى شي حاجه من هنايا، ما كتقوليش راني اليوم عايرت واحد الانسان غير هكاك، ما كتقوليش راني ظلمت واحد الانسان غير هكاك، كتقدري تنعسي نورمال محاسه بوالو. كيفاش كديري ليها؟ والله حتى بغيت نعرف، جاوبوني في لي كومونتير كيفاش كديروا ليها؟ كيفاش كتقدروا انكم تعايروا؟ عرفتي تعايروا في عرض الناس، ما كتخليو ما ديروا زعما بلي كومونتير ديالكم كاع داكشي اللي كيجيكم في بالكم وفي كتابتكم كتجيكم سهله حيت الكتابه سهله بزاف، شوفوا ملي كتكونوا ورا لي زيكرون كيفاش كتقدروا انكم تنعسوا؟ كيفاش كتقدروا انكم تقولوا انا غادي نعس ترونكيل اليوم حيت حاسه براسي بانه ما درت والو؟ لانه انا اعوذ بالله من قولة انا وبزاف ديال الناس اللي بحالي، والديا ما ربونيش بحال هكا، ما ربونيش وفيت انه نبدا ندخل ونبدا نعاير في الشخص ما كنعرفو، انه نبدا نعاير في الناس غير بحال هكاك. انا ظلمت الواحد ما تنقدرش نعس، كنبدا نطلب منه السماحه ما كنقدرش ما كيجينيش كنقول لي ظلمت هذاك الانسان خصني نطلب منه السماحه. كيفاش ما كتقدروا تنعسوا؟ واش ما تربيتوش وفيت ما ربوكمش والديكم؟ ما تربيتوش في مدرسه؟ ما وفيت الميليو ديالكم اللي كتعيشوا فيه نتوما كيفاش داير؟ كنقولها دائما وكنعاودها، ارتقوا فان القعر قد ازدحم. مبقاتش بلاصه فات زحمتوا، ما حسيتوش براسكم انه واحد النهار قلتوا اليوم غادي نوض غادي نبدل انا راسي، ما غنبقاش ندير بحال هكا، ما غنبقاش نعاير، ما غنبقاش نقول شي هضره ما كايناش. كثرت لي كومونتير وكثرت الهضره الخاويه اللي ما عندها حتى شي فائده، وانا كنقولها عندنا ثقافه القطع، عندنا واحد كيأثر على واحد، كتدخل وحده كتنوض كتكتب كومونتير ما عنده حتى شي معنى، كينوضوا 10 من وراها تيكتبوا نفس الكومونتير، ما عندناش حتى داك الثقافه ديال كل واحد يعبر على الراي ديالو غير بوحديته، عندنا غير كندويو، واحد قالها دونك حتى حنا كنتبعوها، دونك ماشي حنا، نتوما كتبعوها، يعني ماشي كل واحد كيعبر على الراي ديالو، كتنزلوا معاه في لي كومونتير وكتعيشوا، كاينين اللي كتجيو تكتب ليا في الكومونتير، نسيتي ياماتك ديال لالا العروسه، نسيتي ياماتك زعما اشنو ديك اليامات اشنو فيهم؟ جو سوي فيغ فيغ لواحد الدرجه ما كتصوريهاش، انت اللي كتكتبوا بحال هاد لي كومونتير، انه دزت برنامج لالا العروسه وانه بوندون دو موا درنا بزاف ديال لي تشالنج وربحنا ابارتمون ماشي السكن الاقتصادي، ولو تكون في السكن الاقتصادي الحمد لله لان السكن الاقتصادي ماشي شي حاجه خايبه، مي بون صحح المعلومه ماشي في السكن الاقتصادي، ربحنا الحمد لله ابارتمون، ربحنا عرس في قصر علي بن الفلاح، خدينا دو بورتابل كانوا اخر جينيراسيون، خدينا 60000 درهم ان شيك باش دوزنا لشهر العسل ديالنا، هادشي كله خدينا وما خلصنا فيه حتى شي درهم حتى شي حاجه، شهرين دوزنا مسابقه فيها شهرين لعبنا شحال من حاجه، خدمنا في عقلنا في شحال من حاجه، والعام
تعبنا وضحكنا وبكينا ودرنا شحال من حاجه. في شهرين نعاود نقولها ربحنا ابارتمون، ربحنا شهر العسل قيمه 60000 درهم، ربحنا دو بورتابل اخر جينيراسيون كانوا، ودرنا عرس في قصر عليه بالفلاح في مراكش. هادو ما كايناش شي وحده على وجه الارض الا قلتوا ليها واش تبغي هاد الشيء تربحيه فابور غادي تقول لك ما كاينش. حيت اللي قلت لي لا انا ما باغاش، غتكوني غير كتكذبي على راسك، ما تكونيش كتكذبي عليا، غتكوني كتكذبي على راسك. لانه حتى شي واحد في هاد الدنيا هذا ما غادي يقول لك هاك دار وهاك هذا وهاك هذا وغتقول ليه لا. دونك الحمد لله ربي سهل علينا، ربي كيبغينا، وكل واحد وعطاه ربي رزقه. لعبنا شهرين، دونك انا جو سوي فيغ فيغ لانه الحمد لله دازت واحد الحاجه، واحد الاكسبيريونس اللي خرجنا منها رابحين وشي حاجه زوينه. دونك سي با لا بين انكم تجيو تبقاو تكتبوا في لي كومونتير نسيت ايامك، لانه داك الايام انا جو سوي فيغ بهم. كنت باغا غير عيس ربي سهل فعرس على قطو، الحمد لله والشكر لله، حيت حنا قلبنا مزيان ربي جزانا، واي واحد قلبه مزيان ربي غيجازي. وانتي اللي خدامه كتنوضي كتعيري في لي كومونتير داكشي غير شي حاجه كتغلغل فيك الداخل، فكوني على اكيد وعلى يقين ان ربي ما غاديش يسهل عليك، لانه الداخل ديالك خايب. ولكن انتي الداخل ديالك خايب كتبغي الناس اللي هم الخايب وكتحسدي الناس، ربي ما غاديش يسهل عليك. دونك هذه ها هي الاولى. ثاني اللي كتقول لك نسيتي ياماتك كي كنتي كي وليتي، نو ما نسيتش ياماتي وما عمرني ما غنساهم. عرفتي علاش؟ لان هذوك الايامات الوقت اللي كندير بوز في حياتي وكنرجع لديك الايامات كنقول الحمد لله الحمد لله كنت هنا وانا طالعه درجه درجه وغدا في ليفولوسيون غدا للقدام الحمد لله. دونك خايب انك تكون هنا وتلقى راسك هنا، هذه خايبه، هذه بصح ما خصكش، خصك تنسى هاد الايامات لانك ما بوجيتيش من بلاصتك، كتلقى راسك في هذه النقطه منال نفس النقطه. اما الا جيتي طليتي على لو باسي ديالك ولقيتي راسك كنتي في هذه النقطه هذه وبليتي في هاد النقطه هذه، فهاد اللحظه هذه غادي تقول واو الحمد لله انا جي بوجي، ما بقيتش نفس البلاصه، انا خدمت على راسي طورت من راسي وهذه حاجه مزيانه. دونك الحمد لله ملي كنجي نشوف انايا كيف كنت شحال هذه وكيف انا دابا الحمد لله انا عاجبني الحال بهادشي هذا كامل. علاش؟ لانه الوقت اللي كتشوفي ليفولوسيون عندك في حياتك فهذه حاجه غير كتبشر بالخير، ما كتبشرش بشي حاجه خايبه. دونك وي عاجبني الحال انه كيفاش كنت وكيفاش وليت من كاع النواحي الحمد لله، اي ناحيه شديتوها في هادشي ديالي الحمد لله انا مفتخره به. دونك بلا ما تجيو تبقاو تكتبوا في لي كومونتير نسيت ياماتك ملي كنتي كطير ونسيت ياماتك ملي كنتي كتدفع لي ونسيت ياماتك، لان هذوك الايامات شي حاجه اللي زوينه دازت في حياتي اللي كتخليني انه الوقت اللي نرجع ليهم كنقول وي روعه، ها فين كنتي وها فين وليتي. داكوغ حنا متفقين؟ عمر ما كان ان الواحد اللي كيخدم على راسو وكيطور على راسو عيب، عمر الواحد ما كان انه اللي كيخدم وكيدمر باش يطور من نفسه ويدير واحد الحاجه مزيانه في حياته كانت عيب، نو. العيب هو هذاك الشيء اللي كديروه نتوما، هو هذاك لي كومونتير الخايبين اللي ما عندهم حتى شي معنى اللي كتكتبوهم انت، هذاك هو العيب. اما تكون في واحد البلاصه وتطور من راسك باش توصل لواحد البلاصه عمرها ما كانت عيب. دونك الحمد لله انا جو سوي فيغ من الكورسوس ديالي من الاول حتى الاخر كيف ما بغيت، لانه انا دابا الحمد لله واقفه في هذه البلاصه بقدره الله سبحانه وتعالى وبالناس اللي تيبغوني والدعوات ديال ماما والدعوات ديال بابا والسند ديال راجلي وديال خوتي اللي معايا الحمد لله. علاش؟ لانه ربي كيبغيني وانا كنبغي الخير للناس، والوقت اللي كتكون فيك هذه القضيه هذه ربي كيزيد يعطيك وربي كيزيد يعاونك. دونك عمركم ما غادي تطفروه نتوما وانت اللي كتنوضوا كتكتبوا دي كومونتير اللي ما عندهم حتى شي معنى، اللي غير باش تعايروا وعند بالكم بانكم كتضروا الواحد. انا كنقولها لكم كنت كنضر وكان كيبقى فيا الحال من لي ميساج ولي كومونتير شحال هادي، روعه ديال هادي ربع سنين سي فغي كان كيبقى فيا الحال وكان كنت كنقول علاش كيقولوا الناس بحال هكا وعلاش 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 وعلاش. مي دابا في هاد الوقيته هادي اللي انا واصله ليها في هاد الوقيته هادي ديال 2019 ما كيبقاش فيا الحال من لي كومونتير ديالكم، لا كيبقى فيا الحال منكم نتوما ولا جينيراسيون اللي غتعطونا نتوما، ديك لا جينيراسيون اللي حنا كنقولوا ان شاء الله من هنا لقدام حنا غادي نطوروا، ان شاء الله من هنا لقدام غادي يكون واحد التفكير في شي شكل الناس غيوليو واعيين كثر. يعني هادشي اللي كنشوفوا حنا ان شاء الله من هنا لقدام، من هادشي اللي كيبقى فيا كيبقى فيا داك نتوما كيفاش دايرين بحال هكا، وداكشي اللي غادي تعطونا من بعد داك الوليدات اللي غتعطيوهم اللي تعطيوهم من بعد غيكونوا بحالكم، هذوك هما اللي تبقاو فيا. كنقول لي اش الناس دايرين بحال هكا قفرناها، عرفتي لا جينيراسيون غادي تجي غادي كفس منكم. هادشي هو اللي كيبقى فيا، هو انه مالوغوزمون ما غتعطيوناش واحد لا جينيراسيون اللي كتبغي الخير لخوتها اللي كيشدوا يد في يد باش يبنيو الغد ما غتعطيوناش واحد لا جينيراسيون اللي كتفكر بوعي، حيت كاين فرق ما بين ان واحد قارب وما بين ان واحد واعي، لانه القرايه عمرها ما كتكون ليكيفالون ديال الوعي. كاين واحد قاري كتلقى عنده باك بلس 10 ولكن ما واعيش، وكتقدر تلقى واحد ما كيفرقش ما بين الالف والزرواطه
وواعي، والوعي هو اللي عندنا فيه ان مانك، لانه كنلقى مالوغوزمون بعض الخطرات دي كومونتير الفرنسي اللي مكتوبه مولير، ولكن الوعي سي زيرو، ماشي حتى زيرو، قل من زيرو. دونك لو فات انك تكوني قاريه ماشي انك تكوني واعيه. انا كنعاود نرجع نقولها، ما كيبقاش في الحل من لي كومونتير ديالكم، والله ما تيبقى فيا الحل، ما كيبقى فيا اشنو غتعطيونا من هنا للقدام. لا جينيراسيون اللي غادي تعطوها لينا، كيفاش غادي تغدي وليداتكم من هنا للقدام وغتعطوهم للمجتمع؟ مالوغوزمون غتعطيونا ولاد وبنات نفس التفكير ديالكم، نفس داكشي ديالكم، غادي تربيو فيهم الحسد، المرض، الحقد، يحيروا الناس، ما تعلموهمش انهم يخدموا على راسهم وانهم هادشي هو اللي كنبقى نجلس كنقول مالوغوزمون 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 ها شنو غادي يعطيونا مع الاسف. هادشي علاش الناس زوينين، الناس الواعيين، بقاو تكتبوا عفاكم لي كومونتير، باش نقراو واحد شويه لي كومونتير زوينين، وحنا ما استفدنا والو من هاد الفيديوهات ديالك، انت هي اللي كديريهم لينا. بعدا هادو مدق صحاب ديسلايك قبل ما كيتفرجوا في الفيديو، اصلا الفيديو فيها 21 دقيقه كتلقاها يلاه حلاتها كيديها كياكلوها في الديسلايك. علاش ما عندناش ثقافه الديسلايك وتكون ثقافه مقاده؟ زعما انا نحترمك اللي درتي لي ديسلايك وكتبتي لي لتحت في الكومونتير روعه، هل المحتوى ديالك ها شنو اللي ما عجبنيش فيه؟ غنحترمك، لانه كاين فرق ما بين انك غادي تعطي واحد الانتقاد ديالك وانتقاد غيكون في محله بناء، روعه ها شنو كاين واشنو كاين، روعه ها شنو خاص واشنو خاص، تعطيني شي حاجه اللي نستفد منها اللي غادي تعاونني انه نطور من المحتوى ديالي. وكاين فرق ما بين انه نوض نعاير وكيتخباو باش كيعجبوني، كيتخباو ورا داك الكومونتير ديال وانت حاطه حياتك في لي ريزو سوسيو، دونك خصك تقبل الانتقادات ديالهم. ما عندهم كلشي انتقاد، الانتقاد فن، ما كيعرفش ليه كلشي، كتخبى ورا هاد اللونه تاع وانت حاطه حياتك دونك حنا ننتقدوا فيك. لا حبيبه لا كبيره، ما عندكش الحق، هذا ما كيبينيش على المستوى ديالك، زعما راك واعر، راك زعما طفرتيه في حياتك باش انت كتنوضي كتعايري، نو هضرك بين على المستوى الرديء ديالك، المستوى الثقافي ديالك فين واصل، ولو ميليو اللي عايشه فيه واللي كابره فيه اللي عامر عقد، هذاك هو اللي كيبين عليه. فين كتنوضي اختي العزيزه كتكتبي داك لي كومونتير بحال هكاك، راه ما كيبين على حتى شي حاجه، يمكن انت فقط كيشفي لك داك الغليل ديالك لداخل، كتكتبي لي كومونتير عامر سم وعامر حقد وعامر حسد وشنو ما بغيتي، كتحس بحال داك الفعال اللي كتحط ليها السنان جولها في نيابها في الكاس وكتبدا تقطر داك السم ديالها، كتحسب راسك انك كتشفي الغليل، كتبرد لك، كتفهمتي بحال كتبردي على راسك. تيقوني كتعبروا على المستوى ديالكم فقط، اي واحد كيكتب كومونتير كيعبر على المستوى الثقافي ديالو فين واصل، على فين كابر، وعلى التربيه ديالو اللي تلقاها كيفاش داير. دونك سوا كديو رحمه الوالدين، سوا كديو معيور الوالدين، كاينين جوج حوايج، سوا كتقولي الله يرحم لي رباك، سوا كتقولي الله ينعل لي رباك فقط. دونك تخيلوا راسكم انكم نتوما كتكتبوا هاد لي كومونتير، ماشي غير ليا، كلشي وليتو كتجمعوا كلشي الحمد لله كلشي، مابقاش عندكم فرق، مابقاش اون فيت عندكم لي ليميت. انا ما كنتسناش نهائيا انه نعجب كلشي، لانه الاختلاف كاين. وكيقول لك واحد المثال انه بلاغ ا تو الموند سي بلاغ ا نيمبورتي، انا ما باغاش نهائيا نولي كنعجب نيمبورتي، ما بغيتش، وانا كنحترم هذا الاختلاف. ولكن علاش نتوما ما كتحترموش هذا الاختلاف؟ علاش انت ما كتحترميش هذا الاختلاف؟ علاش واحد الانسان ما تيعجبكش المحتوى ديالو خرجي تشكيت؟ علاش عزيز عليكم تشدوا من الواحد ودائما تتبغوا تجروه لعندكم؟ ما كتحم اون فيت عندكم مرض لداخل اللي هو ما كتبغيوش فيه انكم تشوفوا شي واحد طالع كيجيب لكم عقده، هادشي كيمرضكم. ما كتقولوش حتى انا غادي نخدم على راسي، نطور من النفس ديالي، وغادي نقرا هادي ونشوف هادي ونصوب هادي ونخرج من هاد يوتيوب الحاجه اللي مزيانه غنستافد منها. علاش كتفرجوا في لي فيديو غير باش تلوحوا داك السم ديالكم؟ كثروا لي كومونتير وبنادم تيق راسو بانه على حق. انا ما فيهاش لياقه، ما فيهاش لياقه، وجامي ما كانت فيها لياقه، وجامي ما تبدل، طورت من راسي طورت في شحال من حاجه جامي ما تبدلت، لان لو فون ديالي انا داخل ديالي باقي هو انا، والناس اللي كيعرفوني بصح راه مازال كيكتبوا لي لي كومونتير زوين. دونك ماشي عيب نهائيا انه الواحد يطور من نفسه ويطور من ذاته، ونتحدى اي واحد هنا كيتفرج فيا كيف ما بغى يكون. الا جا قارن راسو هو ب 2009 غايقول بصح انا التفكير ديالي في 2009 كان بحال هكا، دابا انا في 2019 ما بقاش بحال هكا. دونك ماشي عيب ان الواحد الى نضج شي حاجه فشي فكر ديالو، فشي فكره ديالو، في العقل ديالو، ماشي عيب. علاش الواحد كتنتقدو حتى الى بغى يطور من راسه؟ علاش؟ واش عزيز عليكم انه نبقاو في نفس البلاصه باش نتوما يلاه ترتاحوا وتقولوا اوكي حنا كاملين بحال بحال حنا كاملين في نفس الباطو؟ كاين وحدين قتلتونا بالفابور، قتلتونا بالفابور. انا كنقولها لك اختي العزيزه في هاد لا فيديو، ممكن حتى شي حاجه فابور، كاينه شي حاجه سميتها دونون دونو، كتعطيني وكنعطيك، انت كتعطيني واحد الحاجه وانا كنعطيك واحد الحاجه، دونك ما كايناش فابور بالنسبه لي انا، ما
كاين حتى شي حاجه فابور داكشي من غير داكشي اللي عطاك سيدي ربي الاكسجين كتنفسيه ولكن نهار كتوقفيه في الكلينيك راه كتخلصيه دونك ما كاينه شي حاجه فابور اللي كتجي كتقول لك روعه ما كتفيدينيش بالفيديوهات ديالك نو حبيبه غنقول لك فيقه لانه انا جوست تري بيان بان المحتوى اللي كنحطو في الفيديوهات ديالي محتوى مزيان سخت ماشي دائما كيكون مفيد كاين فيديو اللي غادي تستافدي منه وكاين فيديو اللي غادي ديفولي فيه ما كنحطش انايا كل فيديو مفيد ما كنحط لك فيديوهات اللي تدخلي تستافدي منهم وكنحط لك فيديوهات اللي غادي تدخلي غادي تربي على راسك فيديوهات مفيدين هكا هكا اللي حاط هكا فيديوهات حاطه ديال الاستفاده انتما كتخليو بصح لي شان اللي تدير لكم غير التخربيق وكتعطيوهم بلا لايك ولي كومونتير وبصح الفيديو اللي عندكم فيه استفاده وحده كتلقاوها كتخدم على المونتاج وكتضارب وباش توصل شي حاجه اللي مزيانه كتبداو تبداو كتجيكم ساهله تبداو تكريتيكيو ارتقوا فان القعر قد ازدحم حتى حاجه ما ساهله لو نجي نصور لكم لا رياليتي والحقيقه من وراء الكاميرا شحال من حاجه كدوز واللي كندوزها لا من ناحيه التصوير لا من ناحيه اصلا غير باش نركب الماتيريال ونحط رينغ لايت ونفيكسي الكاميرا وندير الكاميرا مع البيسي ديالي ونشوف الكاميرا كيفاش دايره والاضاءه كيفاش دايره وتشوفوا شحال ديال السوايع كناخذهم باش نقاد المحتوى ديالي وباش انه ندير المونتاج وباش نخدم على شحال من حاجه باش نتوما تجيو تفرجوا فيها في 15 دقيقه ما كنتوش غادي تقولوا هاد الهضره هادي ما انا كنتحدى كل وحده فيكم انها بوندون اون سيمين تحاول تبارطاجي دي فيديو في انستغرام دونك تحط محتوى في انستغرام وتصور فيديو دير ليه مونتاج وتحاول تحط شي حاجه مفيده صعيبه ما عارفاكش انت شنو دوزتي في هذيك الفيديو كتنوض يلا كتبدا الفيديو كدير لك ديسلايك ولا كتهبط كدير لك كومونتير ايه استفدنا منك انت كاع انت اش كديري اوكي انا ما استفدتيش مني مزيان حاول انك تحط لنا محتوى انت غنستافدوا منك انت بيسك انت تتقلب على واحد المحتوى اللي غادي يفيد وكيبان لك بانه انا المحتوى اللي كنحط لك ما كيفيش اوكي ورينا حنا تيديك نوضي صوري لنا فيديو وعطينا لالا انه نستافدوا منك علاش لا علاش ما نقوليش بحال هكا هاد اليوتيوبرز هادو ما تعرفوا يديروا حتى شي حاجه ما تحطوا حتى شي محتوى انا غادي نحط محتوى ورينا اختي هذه ما كيعجبكم العجب ولا الصيام فرج حتى حاجه الا شديتي حيط كامل وفوسط منه نقطه كحله وتقولي اش غادي تشوف انا ما غاديش نقول لك كنشوف حيط بيض نو غنقول لك كنشوف نقطه كحله حيت الناس دايرين بحال هكا ما كيشوفوش داك المجهودات ديال الكامل اللي كديري نو كيشوف غير هذيك كحله تعلموا واحد شويه انكم من تبغيو تكتبوا كومونتير تنتقدوا تحطوا كومونتير سواء بعقل سواء بلاش من نتوما عزيز عليكم غير انكم تشدوا الواحد وتهبطوه لعندكم ما عمر ديما غادي نهبط لعندكم لانه كنشوف راسي طيت حدايا واحد لوبجيكتيف انا غدا كنحفر ليه بشويه 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 بشوي باش نوصل ليه من نتوما غادي تبقاو دائما اللور كتعاير حيت هذاك الشيء اللي عندكم ديروا في حياتكم ما عندكمش راسكم شاغلكم بشي حاجه اللي مهمه يمكن مش كتحسوا براسكم انكم مزيانين داخل وانكم طرونكيل مي هذا راه مرض خايب ميم واخا تعياي ما غادي تدوي جامي 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 ما يمكن انه نعجبوا كاع الناس الا ما كانش كيعجبك المحتوى ديال القناه ديالي اللي كنحطو الا ما كتعجبكش الشخصيه ديالي الا ما كيعجبكش شعري كيفاش مقطعاه الا ما كيعجبكش صباعي كيفاش كنفرقهم خلى واحد يقول شو كي كتفرق صباعها شوفي فين مشاو ليا في صباعي بنادم كتوريه لا لون هو كيشوف لك في صبعك فيك خاف الا ما كنعجبكمش ما كيعجبكش المحتوى ديالي اوكي ما عجبكش المحتوى ديالي خرجي كاينين تبارك الله لي يوتيوبرز غير هما زعما دخلي اي يوتيوبرز ما عجبكش الا ديال المغرب خرجي على برا نتيا كاع ميسي نقلب على داكشي اللي غادي تستافدي منه علاش واحد الفيديو ما غاديش تستافدي منه غير كتعصبك هذيك لا بيرسون اللي كدوي فيه وكتبقاي تفرجي انا ما فهمتش والله حتى كنبزبز ليكم كيفاش واحد لا بيرسون ما كتستحملوهاش وما كيعجبكمش المحتوى ديالها اي بورتون كتفرجوا فيها من الاول حتى الاخر وكديروا ديسلايك وكتنضوا تكومونتيو بالخايب تاع ليش ما عندكمش هاد الوعي هذا ديال انه واحد المحتوى ما تيعجبنيش نخرج بحال هادي صافي نقلب الدوره ونمشي لمحتوى واحد اخر اللي تيعجبني كيف قلت لك اليوتيوب تبارك الله غير هما ما يعجبك هذا تدخل عند هادي ما عجبتكش هادي تدخل عند هادي تلقاي هذيك اللي غادي تعجبك ما عجبتك حتى شي وحده لا نوضي انت كري هاد الكونتينو ديالك وخلينا نستافدو منك دونك فوالا شو هاد الهضره هادي كامله ما غنقولش لكم سمحوا ليا لانه قلت لكم هاد الهضره نو ما غنقولش لكم سمحوا ليا لان هادي حقيقه اللي حطيتها لكم في الوسط غنقول الناس اللي كيبغيوني بصح هما اللي سمحوا لي لانه اضطريت نحط بحال هاد الفيديو هذا وانا كنقولها وكنعاودها ما معصبه ما مقلقه ما حتى شي حاجه جوست كنبغي نحط نقطع على الحرف لانه بنادم كيكذب كذبه وكيتيقها كيعيشها دونك عند بالو بانه بصح راه على حق وان داك الطريق ديالو اللي غادي راه غادي في طريق صحيح تكلموا وعاودوا تفكروا وتفكروا وتوزنوا الهضره ديالكم قبل ما تحطوها كيف ما بغات تكون لانه راه في الاخر ربي اللي غادي يحاسب وغيحاسب كل واحده فيكم كتقول شي هضره ماشي تلها كل واحده غادي تحاسب فوالا لي كومونتير الخايبين كنسينيالي كناخذ راحتي في السينيال بسلام عليكم وهنا غادي نحبس لا فيديو